بنناقشها معاكم يكتفي البعض بوضعها في صفحات الحوادث. يعني كمان لما تبقى الأم شريك في القتل، قتل طفلة رضيعة، هنا كل ده بيحتاج لتحليل نفسي واجتماعي، يعني لأنها سابت أحد الأشخاص اللي كانت على علاقة بيه يعني يمارس العنف ضد الطفلة الرضيعة، وماتت البنت في النهاية. يعني حادث تختلط فيه كل العوامل النفسية والإنسانية والاجتماعية، وتقعد تندهش. يعني ده الأمومة يعني تطوق الابن أو الابنة، الطفل أو الطفلة، بحيث أنه يعني لا تتحمل حتى أن يمسه هواء ماشي كده يعني، أو تيار شديد من الهواء، فما بالك لما يبقى فيه ضرب شديد يفضي إلى الموت. شهدت إحدى مناطق القاهرة العتيقة جريمة بشعة، حين تجردت أم من مشاعرها وتسترت على عشيقها في اعتدائه على ابنتها الصغيرة، حتى حين انتهى الأمر بقتل ابنتها ودفنها. دخلت معاه القرفة، لقيت طفلة قاعدة على رجليه وما كانش عاوز يديها لها. اما جبت لها البت واديتها لها، فبتشوف البنت بتفتح البطانية اللي ملفوفة فيها دي، فلقيت البت رجلها كمشنة ووشها مزرق، فعيت تصوت، فقعدت تقول لهم انتوا موتوا بنتي، انتوا موتوا بنتي. فمرات عمي قالت لي صراحة يا خالد انا وقعت مني من على السلم وبتوريني رجليها. فهو قال لي لا، ده صراحة وقعت بيها من على السرير. وشويه قال لي لا انا بهشكها مغبوطه في السرير. فطلبت مني ان انا اصور لها بنتها، فصورت لها بنتها. البت قلنا لها يا بنت خدي البت دي وديها المستشفى وشوفها تعمل ايه، لحسن البت ايه، البنت بتطلع في الروح. انها لما خدت البنت وشافتها معذبه ومتعذبه ما راحتش بلغت، خدت البنت ومشت، وبعد ما ماتت جابتها تاني لعشيقها عشان يدفنها ويتستر على الجريمه. دفنها قدام امها، فتحت التربه الصدقه دي ودفنها فيها عشان مش عامله لها شهاده، تقول انا ما عنديش بنات. دفنها في تربه كلام سليم، ولما امها طلعت ونامت شالها من مكانها وودها في مكان تاني. الواد ده كان محبوس، خد بالك، طلع من السجن قاعد مع مين؟ مع اخويا محي في القرف. بعديها بشهرين ولا حاجه لقينا اخويا ده اختفى من القرف، اختفى من القرف. قعدنا ندور عليه، رحنا عملنا محاضر في الهرم وهنا وهنا وهنا، ما لقيناش موحي ده خالص. احنا دلوقتي انا عايز اتهم الواد ده هو اللي هو قتل اخويا محي، يعني هو اللي خلاه قتل البنت الصغيره دي، دلوقتي عندها 6 اشهر، مش هيقتل اخويا. وبعدين اخويا ده هو مربيه، كاتب على اسمه. من ساعة ما وحي مختفى لقيت أشرف والبنت ديت في علاقة يعني مش كويسة مع بعض كتير. يا ترى محي مدفون في أي قبر من هذه المقابر؟ هو اللي ده عنده قضية قتل، هو كان عنده الموضوع ده عادي، هو بقى ما عنده مواد مسجل زي ده، هو بقى وقاعد في القرفة لوحده، واخد بالك، واحنا مش شايفين حاجة. احنا مثلا بنروح بالليل موت البيت ودفنها. كم واحد اتدفن في هذه المقابر أو غير هذه المقابر؟ محدش يعرف عن المحاكمة. جريمة بشعة لا يمكن التعامل معها، فقط زي ما بقول لكم انها يعني جريمة في صفحات الحوادث، يعني تحتاج لتحليل نفسي واجتماعي، ونشوف ايه اللي يمكن انه يدفع ام بهذا الشكل إلى هذه الوحشية. يعني تعفن المياه اللي كنا شفناه في الأسكندرية وفي البحيرة، ما فيش شك يا جماعة أنه ده محتاج تدخل بسرعة، لأن المية وتلوث المية تحديدا بيصيب بأمراض كثيرة ويصيب الحياة كلها بالشلل التام. يعني كنا ناقشنا معاكم في الأسكندرية وسط استغاثات الناس، تعالوا نشوف لما صورنا في البحيرة انه المشكلة متفاقمة ايضا بشكل كبير. دي مية لمؤاخذة، مية كنيف، مية حمام، دي مش مية بتاعت بني ادمين.
الصرف بيصرف فيها والصيد بيصرف فيها وكل حاجة فيها وحش. أنا واحد من الناس عند الفشل الكلوي، مش عارفة لا أطبخ ولا أعمل أي حاجة في بيت من المية. ما يا باشا أخبارها زي دي بقى وحشة خالص خالص، من الشربش. مشكلة المية عندنا في محافظة البحيرة المركز المحمودية بقالها حوالي 20 يوم 25 يوم المية صفرة وريحتها صفارة بطريقة وحشة جدا. هي مشكلة المية عندنا من المصانع اللي عندنا في المحمودية، ومن ضمنهم شركة الكهرباء، شركة كهرباء المحمودية. بنلاقوا الشركة دي بتصفي مادة كده بتعوم على وش المية، بعدها بيومين ثلاثة بنلاقوا البحر وترعة المحمودية مليانة بالسمك الميت. المية هنا باظت وباظت الدنيا، وشايف المية سعادتك دي لما الطفل يشرب الماء ديت اللي يحصل له ايه؟ ده ماء مسممه. تعالى يا باشا نفتح لك الحنفيه وشوف يا باشا الماء عامله ازاي. ده سمك بالمية طن مرميين في الميه ومفيش حد، وامبارح راح حللوا الميه بتوع الشركه لقوا فيها فيروس سي. كلها تحس ان هي طالعه من الحمام فعلا. انا بقالي 15 يوم دلوقتي بعاني بجنبي ومش عارفه ايه اللي عندي. يعني وهي نازله من الحنفيه كده ريحتها وحش، ريحتها